كانوا انت عزول كتابة ليه الهدف؟ انت مش صديقي. ليش ما تفتحي هذا؟ مو انتم ما شاء الله عنكم تتفضلوا لعندي على حسابي الاساسي، ما حدا بيجي، ما حدا. سكروا لي الهدف يا جماعة، عيب عليكم، تعب يعني والله. قلت انك عاشقني الله. تعرفي يا أميرة، مش هي هيك كنت هيك حاطة في بالي انه بس تسكر المدرسة تسوي اضافي. ايه عرضك؟ شو معنى اسمك؟ اسمي توتة. انا دنيز باسم ماما، اسم دنيز معناتها بحر. ايه اما يا ابني جو كبسو. طاغة ده انا بعتني من اكتبي حسابك الاساسي هون عشان الناس تعرفه. على فكرة انا مهمة بتابعني من حسابي الاساسي، بجد له المتابعة بس ما راح احسن اكتبه هلا. خلاص عادي ضيفيني. يا عيني سكرت الهدف يا ضيفك، بس حدا انا دعمني وسكر لي الهدف ضيف. سعد مساك يوم مساك. رامي قال يوم وقعت بالميرم أنا لو أقول لكم مش بتروح. لا ما قصيت شعري هذا هو، بس ماني ممشي الطرة هيك. ليش ما زي يعني؟ ماني مزعوجة يعني، انت انا مزعوج؟ اذا في شي احكي لي يعني، مسوي اضافي. ما في شي، بس عم سويه اشوفه طوله. شو قزاز ما شاء الله، شكرا لك نوريا نوركم. كبسوا سكروا لي الهدف. قلت انك عاشقني ليش مستوي اشعر ليش؟ ليش ما سويت شيء؟ انا عمري صغير وما بحب انا بصبغ شعري وهيك. حجبك طبيعي ولا رسم؟ لا يا عمري انا ما بشيل حواجبي ودرج حواجبي طبيعي. نما دولو تركيو انتو عمري انتو روحي يا روحي انتو. قلت انك عاشقني تكبيس يا جماعة تشدوا كبسوا عادي لو التكبيس عادي، بس انه ما في مشكلة مش بروبلم.
سكرولي الهدف انتوا، كوكو كبستوا وعملتوا فعلا تنخير. لا شكرا. قدام انتو عمري، انتو يا روحي، انتو كبسوا. ريان شكرا، ثانك يو، تشكري دايما. ريان سكر لي الهدف. أي أميرة، sen ne yapıyorsun؟ İyi misin؟ Nasıl gidiyor؟ Hala yerinde misin؟ أميرة حبيبتي، تحسين تكتبي اسم حسابي مش حسابي الكبير، حسابي الصغير اللي عملته جديد، تحسين تكتبيه وتحطيه بالتعليقات. يلا قد يورم شاك بك يورم هاي بقى صاد هاي يعني اليوم ده.